بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى بعد ان ذكر في كتاب الفضائل باب فضل قيام الليل، قال: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح، وذكر بعد باب فضل قيام ليلة القدر إلى آخره، ولكن سنؤخر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى مع كتاب المتعلق بشهر رمضان إلى وقت قروبه بإذن الله سبحانه وتعالى. فنأخذ الأبواب التي بعدها. قال رحمه الله: باب فضل السواك وخصال الفطرة. باب فضل السواك وخصال الفطرة. فهذا الباب يتكلم عن هذين الأمرين: فضل السواك وخصال الفطرة. أولا، لا بد أن نعلم أن هذا الدين دين عظيم، دين شامل كامل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقد اعتنى بكل شيء وبين حكم كل شيء، ومن ذلك ما يتعلق بنظافة المرء ومنظره، ومن ذلك عناية الإسلام بمسائل خصال الفطرة ومسائل السواك، وكل هذه الأمور متعلقة بالنظافة والطهارة والخلو من النجاسة والقذارة. والسواك عبادة جليلة وعبادة عظيمة يفرط فيها اليوم كثير من الناس، مع أن الأحاديث تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عدها بعض أهل العلم إلى 100 حديث جاءت في فضل السواك والترغيب فيه. وإن تعجب فتعجب من بعض الناس أن هذا السواك لا يدخل فمه ولا بديل السواك، فلا يستعمل سواكا ولا يستعمل ما ينظف به فمه. فأنت كما أنك مأمور بتنظيف بدنك من النجاسات والقذارات سواء على بدنك أو على ثوبك، فأنت أيضا مطالب بتنظيف فمك. ولذلك تكررت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن، فبعض الناس يجد كأن بينه وبين نظافة فمه عداوة، لا ينظف فمه أبدا. أينك عن هذه الحديث التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى 100 حديث في الحث والترغيب في مسائل السواك؟ والسواك سنة مطلقا في كل وقت، ولكن يتأكد تأكدا في مواضع. سأذكرها على سبيل الإجمال، وهي 7 مواضع ذكرها أهل العلم وجمعوها بالاستقراء. أولا، عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، عند كل صلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن الموضوع الأول عند الوضوء، الثاني عند الصلاة، الثالث عند قراءة القرآن. وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن ولكنها ضعيفة، ولكن يقويها بعض الأثار التي جاءت عن الصحابة والسلف، منها ما جاء عن علي رضي الله عنه. في مجموع هذه الأثار والحديث يقوي بعضها بعضا. هذا هو الموضوع الثالث: أولا الوضوء، الصلاة، قراءة القرآن. الموضوع الرابع عند دخول البيت، وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس. من السنن في السواك أنك إذا دخلت البيت تستاك ثم تسلم على أهلك، كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل البيت استاك ثم سلم على أهله. وكل هذا يدل على مسألة مهمة، وهي أهمية العناية بالنظافة خاصة مع الأهل، لأن الأهل يكون بينك وبينهم معاشرة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عند دخوله البيت. هذا هو الموضوع الرابع. الموضوع الخامس من مواضع التي يستحب، من المواضع التي يستحب فيها السواك استحبابا مؤكدا، يوم الجمعة. فقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: غسل الجمعة على كل محتلم وسواك وما استطيب، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم.
فجاء النص على السواك في يوم الجمعة، وهذا هو الموضع الخامس. والموضع السادس في استحباب السواك استحبابا مؤكدا عند الاستيقاظ من النوم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم شاص فاه بالسواك. واستنبط أهل العلم من هذا الحديث أنه يستحب السواك عند تغير رائحة الفم مطلقا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ساك بعد استيقاظه من نومه إلا من أجل تغيير رائحة الفم. والموضع السابع وهو استنباط ذكره بعض أهل العلم أنه يستحب السواك عند الاحتضار. استدلوا بقصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في حجر عائشة، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان معه سواك يستاك به، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن أبي بكر يعني كأنه يريد السواك، فأخذته منه عائشة رضي الله عنها وطيبته ونظفته، ثم استاك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى. فكانت آخر عبادة عملية عملها النبي صلى الله عليه وسلم السواك، وهذا يدل على فضيلة هذه العبادة. آخر عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال السواك، يعني آخر عبادة آخر وعبادتين عملها النبي صلى الله عليه وسلم، القولية للاستغفار والعملية السواك. ويكفي في هذا فضلا في يعني أهمية السواك وفضله عند الله سبحانه وتعالى، أن الله جعله آخر الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سبعة مواضع بالإجمال يستحب فيها السواك استحبابا مؤكدا، وإلا فإنه مستحب في كل وقت. وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من الحديث فنذكرها. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري. وقال عن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قال: بالسواك. قالت: بالسواك، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. انظروا هذه الحديث وكثرتها في مسألة السواك، في دخوله البيت، في صلاته الليل، في جلوسه من النوم، كلها تدل على أهمية هذا العمل الصالح. وهنا في حديث أنس قال: أكثرت عليكم في السواك، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر من ذكر السواك لفضيلته، كما ذكرنا أن العلماء عدوه إلى 100 حديث. وهنا فائدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند أحمد عند كل وضوء. ذكر بعض العلم أن استعمال السواك في هذا الموضع عند الوضوء وعند الصلاة يأخذ أجر الواجب، لأنه لولا المشقة على الأمة لكان واجبا، لولا المشقة على الأمة لكان السواك واجبا عند الصلاة وعند الوضوء، ولكن خشية المشقة على الأمة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة صار مستحبا. فقال بعض العلم فإنه يصل إلى مرتبة الواجب لمن حافظ عليه عند كل وضوء وعند كل صلاة. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها: وانظر إلى هذا الحديث في فضل السواك، يكفي السواك فضلا هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، يعني تنظيف للفم، قال: ومرضاة للرب، يكفي أنه سبب من رضا الله. تخيل هذا العود تشوص به فاك، تنظف فاك، فيرضى الله عنك، عمل يسير والأجر عند الله عظيم. أن تصلي عشان ترضي الله، تطيع الرسول حتى ترضي الله، تبر الوالدين حتى ترضي الله، تتصدق حتى ترضي الله، هذا العود رضا الله. قال: مرضاة للرب،
فلذلك علينا أن نحرص على هذه العبادة وهذه الطاعة القليلة في العمل العظيمة في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.